وهكذا مشاهدي الكرام التواصل يستمر والتحديات تستمر. جميع انطلاقاتنا موفقة بعون من الله وتوفيق ومتابعة المنظمة لهذا الميدان على بركة الله وتوفيق. ينطلق الشوط الثامن في مجموعة أشواط هذا الصباح والشوط الرابع للحول والزمول، وهو الشوط الأول للزمول المهجنات الأصايل، شوط الختام الذي يودع برنامجنا في هذا الصباح. نبدأ ونبحر مع الصدارة، نبحر مع المركز الأول، من يتصدر هذه الأسماء؟ معرب قادم بالمركز الأول، معرب لأحمد بن مبارك من جمع بن مغير الخيلي يتصدر هذه الأسماء، بينما النغلة مع ثاني الشعارات مرموق عبد الله بن علي بن بخيت النيادي، وفي ثاني المراكز وثالث المراكز جلمود، وصل جلمود سعيد بن سعيد بن سهيل بالقطري الخيلي، وصل في ثالث المراكز جلمود مع بالقطري قادم في ثالث المراكز، ورابع المراكز وصل في رابع التحدي مدحان لسعيد بن غلام بن موسى البلوشي. هكذا هي النتيجة للأربع المراكز الأولى المنطلقة بهذا الشوط، ولكن عودة مع الصدارة. العودة مع الصدارة، العودة مع المركز الأول، والتحدي الأول مرموق في موقع المرموق عبد الله بن علي بن بخيت النيادي، والقادم معرب قادم أحمد بن مبارك من جمع بن مغير الخيلي في ثاني المراكز، وثالثة التحديات مرحبا باللي وصل جلمود سعيد بن سهيل القطري الخيلي غادم مع جلمود، او من يتابع جلمود ابو سليم ركز يا عروف، ايضا يعروف الزرعي من يتابع جلمود في عمليه تضمير، ورابع التحديات الغادم مدحان سعيد بن غلام بن موسى الفلوشي، واصل ابو غلام مع مدحان في رابع التحديات، ولكن عودة مع الصدارة، العودة مع المركز الأول، شوط الختام الذي يودع برنامجنا في هذا الصباح الجميل، الذي يودع برنامجنا لسن الحول والزمول في هذا الصباح، ولكن العودة مع الصدارة مع المركز الأول والتحدي الأول مرموق لا زال يقود هذا الأسماء. عبد الله بن علي بن بخيت النيادي يتصدر هذه الأسماء، وثاني المراكز غادم عرب لأحمد بن مبارك من جمع بن مغير الخيلي في ثاني التحديات، وثالث المراكز جلمود سعيد بن سهيل بالقطري الخيلي، وصل في ثالث التحديات مع جلمود سلالة جلمود.
الرسم اجمل والتهاني تنهد الراس المديح اللي قصيدي له يطاوع مزملة الكريم اللي لا شح الشحيح الوطن فضله وجوده يشمله الوطن فضله هكذا مشاهدي الكرام نعود مع الصدارة وشوف التسلل الجميل والتحدي المثير جلمود غير مع البداية جلمود سعيد بن سعيد بن سهيل بالقطر الخيلي الله 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 يا هذا الاسم الله يا هذا الشعار الجميل شعار له نواميس وله انجازات مع الصدارة الأولى مع جلمود سلالة جلمود وثاني المراكز غادم مرموق لعبد الله بن علي بن بخيت النيادي وثالث المراكز معرب لأحمد بن مبارك من جمعة الخيلي واصل ثالث المراكز ورابع المراكز مدحان سعيد بن غلام بن موسى البلوشي ولكن العودة مع الصدارة العودة مع المركز الأول الله يا جلمود جلمود سعيد بن سعيد بن سهيل بالقطر الخيلي يقدم لنا جلمود ركز يا ابو سليم ركز يا عروف يا عروف بن سليم من يتابع جلمود بهذا الشوط مع الصدارة الاولى مع لائحة 1500 متر يا مضمرين يا متابعين وجلمود لازال يقود هذه الاسماء وهذه الشعارات المركز الأول مع سلالة جلمود مع بلقطري الله يا هذا الشعار يا هذا الشعار الجميل يا هذا الشعار المتميز دائما يأتينا بالنوعيات الجميلة يأتينا بالنوعيات المميزة التي تثبت وجودها في كل ميدان وثاني المراكز مرموق لعبد الله بن علي مخيت النيادي الله الله يا هذا قعدان انفصل انفصال تام عن بقية المراكز جلمود ومرموق في البداية الاولى جلمود وثاني المراكز مرموق ولكن خلاص خلك مع الانطلاق مع علاية حتى الكيلومتر الاخير الكيلو خطير كيلو التحديات وكيلو صراع جلمود يبعد المسافة جلمود سعيد بن سهيل بالقطري الخيلي يقدم لنا جلمود مع اول اشواط الزمول المهجنات الاصايل تهانينا والناموس من هذه اللحظات نزفها لسعيد بن سهيل بالقطري الخيلي على فوز جلمود مشكور يا ابو سليم يا عروب سليم الزرعي من يتابع هذا الشعار المتميز يتابع هذا الشعار الذي دائما وابدا يأتينا بالنوعيات الجميلة تهانينا والناموس لسعيد بن سهيل بالقطري الخيلي بسم الله ما شاء الله بدأ يبعد بدأ يتحرك في الأمتار الأخير مع هذه النهاية المتميزة تهانينا والناموس لهذا البطل لجلمود سلالة جلمود تحضر حضور الأقوياء مع أول أشواط الزمول المحجنات الأصايل تهانينا والناموس سعيد بن سهيل بالقطري الخيلي على فوز جلمود ومشكور مشكور باسم الجمهور يا أبو سليم يا عروب بن سليم الزرعي مذيع عن المتألق يحضر مع جلمود يتابع جلمود مع أول أشواط الزمول المهجنات الأصايل تهانينا والناموس سعيد بن سهيل بالقطري الخيلي على فوز جلمود بهذا الشوط المركز الثاني مرموق لعبد الله بن علي بخيت النيادي وثالث المراكز ثالث المراكز القدوم بهذه التحديات
معرب لأحمد من مبارك من بن جبعة الأخي الأخوات في ثالث المراكز ورابع المراكز مع سعيد بن غلام بن موسى البلوشي. هكذا هي نتيجة تهانينا من موسى لسعيد بن سعيد بن سبق طريق الأخي على فوز قلمود بهذا الشوط. تقبل تحياته وتحيات اللجنة المنظمة لهذا الميدان. تهانينا من موسى لجميع الفائزين.